وللوقوف عند الواقع الصحفي العراقي ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الطبيب والمحلل السياسي الدكتور أحمد محمد. دكتور أحمد، مرحبا بكم. يعني حديث عن أسرة متهرئة ووسائل استشفاء معدومة وقمامة تملأ ممرات المستشفيات في العراق، يعني كيف وصلت الأوضاع في القطاع الصحي إلى هذه الحال؟ حياكم الله أخي الكريم، وحيا الله مشاهدي قناة رافدين الفضائية. طبعا أخي الكريم، للوصول طبعا للأسباب الحقيقية اللي أوصلت هذا القطاع الصحي، وهو قطاع مهم طبعا جدا، إلى هذا الحال، طبعا لازم احنا كنا نعود إلى يعني سنوات سابقة، يعني إلى سنة 91 حقيقة، ومع الضربة الأمريكية والعدوان الأمريكي على العراق وما تبعها من حصار. طبعا كانت هذه في هذا التاريخ أخي الكريم هي نقطة البداية طبعا لتدهور القطاع الصحي في العراق. بدأت يعني تتبلور هذه المشكلة بأن الحصار أوقف استيراد المواد الضرورية لإدامة وتشغيل المستشفيات، طبعا أيضا منع العراق من استيراد أي مصانع جديدة لإنتاج المواد الطبية أو الأثاث الطبي، وأيضا مع الأسف قام باستهداف المصانع العراقية التي تنتج المواد الطبية وكانت من المصانع القوية جدا والكبيرة في الشرق الأوسط. نعم. هذا كله طبعا تزامن مع تدهور علمي كبير في المستوى التعليمي للأطباء العراقيين بسبب غياب التحديث يعني التعليمي والتطور الطبي عن العراق بسبب يعني ظروف الحصار. ما بعد هذا لكن دكتور يعني نعم. 15 عاما أليست كافية لتحسين الواقع الصحي في العراق؟ هذا أخي أنا ما كنت أنا أذكر. نعم. أنه بعد احتلال العراق في 2003 بدأ منهج جديد طبعا في التعامل مع القطاع الصحي. الكثيرين طبعا لا يؤمنون بنظرية المؤامرة، لكن ممكن أن نسمي ما يحدث في القطاع الصحي بالعراق هو نوع من المؤامرة، لأن هذا القطاع يعني ممكن يعني المؤامرة هذه أدخلت المواطن العراقي في دوامة من المرض والعوز، بحيث أصبح المواطن العراقي الآن يحتار كيف أن يصل إلى العلاج الصحيح لأهله أو أقاربه أو لنفسه في بعض الأحيان. ممكن أنه يعني لخص يعني حتى لا نأخذ من وقتكم كثيرا، أبعاد هذه المؤامرة أخي الكريم بدأت بأنه وجود الأشخاص الغير مناسبين في الأماكن الغير مناسبة، يعني عدم تعيين مسؤولين مهنيين في المناصب المهمة في الوزارة ابتداء من الوزير الذي هو مشمول بالمحاصصة الطائفية. فمثل هذه الحالة الوزير لا يشترط أن يكون من التكنوقراط أو أن يكون أحد الأطباء المتدرجين في مناصب الوزارة المهمة الإدارية حتى أن وصل إلى منصب الوزير، وإنما هو شخص فقط من أحد الأحزاب أو المحسوب على هذه الأحزاب الحاكمة في العراق بعد الاحتلال والتي أوصلت الحال إلى ما هو عليه في الوقت الحاضر. طبعا نقطة أخرى وهي أنتم ذكرتموها وهي موضوع الفساد الكبير في عمليات الاستيراد في المواد الطبية، وهذه مشكلة كبيرة أخي الكريم، لأن أنا هنا لا أتكلم عن الفساد المالي، العراق هو بلد غني وممكن أن يعوض هذه الأموال، لكن إشكالية أنه الفساد فساد نوعي، فساد في نوعية المواد التي يتم استيرادها والتي يتم استخدامها في العراق. فالعراق أخي الكريم بدأ باستيراد مواد طبية رديئة جدا من مناشئ رديئة جدا لا تخضع لأي رقابة على السيطرة النوعية، ومن ضمنها موضوع الأسرة الطبية والأثاث الطبي، حوامل السوائل الوريدية، وأيضا الأدوية، مواد التخدير، وأيضا الأجهزة المستخدمة كأجهزة المفاس الحلزوني والرنين المغناطيسي. هذا كل أخي كان، وطبعا في كثير بعد أمور أخرى ممكن أن نعرج على موضوع أنه الغياب الكامل دكتور لرقابة الدولة أخي الكريم. دكتور، المسؤولون في العراق يعني كلهم وليس أغلبهم كلهم يعلمون أن الواقع الصحي في العراق متدهور ويعاني ما يعانيه. الدليل على ذلك أن كل المسؤولين وعوائلهم لا يتعالجون في المستشفيات في داخل العراق، يذهبون إلى خارج العراق من أجل الاستطباب. الدليل على ذلك كثير جدا، ولكن ما يحضرني الآن يعني خالد العطية، آسف لللفظ، يعني قام بعملية البواسير خارج العراق وهي عملية بسيطة جدا. الرئيس السابق جلال الطالباني رحمة الله عليه أيضا يعني تعالج في مستشفيات ألمانيا.
هل هذا يعطينا يعني نتيجة معينة أو نتيجة صادقة لا تقبل أي تفسير آخر، أن الواقع الصحي في العراق متدهور ويعاني من أزمات متكررة على مدى 15 عاما من يعني بعد تغيير أو إسقاط النظام السابق؟ نعم. هو هذا أخي وإحنا هذه هي الإشكالية طبعا، ويعني هذه هي النقطة اللي وصلها العراق، أنه حتى المسؤولين ويعرفون في قرارة أنفسهم أنه لا توجد مؤسسة صحية واحدة في العراق حتى في كردستان ممكن أن تقوم بعملية عفوا بواسير وعملية بسيطة بشكل ناجح وصحيح. وهذا أخي هو كل نتيجة ما حدث. يعني الإشكالية أخي الكريم أنه غياب الرقابة الدولة العراقية الآن في الوقت الحاضر، أو ما نسميها بدولة، هي ليست دولة وليست لها أركان دولة حقيقة، لكن ما موجود الآن في العراق وما يسمى بدولة والطغمة الحاكمة الآن في العراق كانت تعمل بشكل ممنهج لإنهاء هذا القطاع. لأن هذا القطاع أخي تصور الآن معي أنه في حال إذا كان المواطن العراقي يتلقى خدمات صحية جيدة في مثل طيب هذه طيب الحالة دكتور. يكون المواطن العراقي مرفه وينتبه إلى الإشكاليات السياسية ويبدأ بالمشاركة في الحياة السياسية، وبالتالي ممكن أن يسقط هؤلاء عن أماكنهم. طيب دكتور، يعني هذا هو منهاج يعني يتبعه الفاسدين ليس فقط في العراق، في كثير من الدول يشغلون المواطنين أخي بأنفسهم وبصحتهم، وبالتالي يصلون بهم إلى هذا الحال. طيب دكتور، من أجل أن نخلق نوع من الموازنة، تعتقد أن مخصصات وزارة الصحة يعني غير كافية لتقديم خدمات صحية متميزة في العراق؟ هل أن السبب في مخصصات الوزارة؟ أخي الكريم، مخصصات وزارة الصحة العراقية على مدى السنوات من 2003 إلى حد الآن تجاوزت 300 مليون دولار، إذا كنت أنا يعني منتبه للرقم بشكل صحيح. هذا أخي الكريم لكي نقوم بموازنة صحيحة ومتجردة، لا نقول نحن ضد هذه الحكومة أو ضد الموجودين حاليا، لكن حتى نقوم بموازنة صحيحة متجردة أخي، فقط ننظر إلى الدول القريبة. طيب، ممكن ننظر إلى الأردن كمثال بسيط، أو ننظر أخي إلى تركيا الفقيرة التي لا تمتلك أي نوع من الموارد الطبيعية. حاليا تركيا هي المقصد السياحي الطبي الأول عالميا، وهي لا تصرف ربع ما يصرف العراق. وممكن طبعا المواطن العادي البسيط أن يعود إلى الانترنت الآن أخي، أصبح واضح جدا، ممكن يعود إلى الانترنت ويقرأ الموازنة التركية، يقرأ ما هي مخصصات وزارة الصحة التركية وما هي مخصصات وزارة الصحة العراقية. أنا أجزم أن وزارة الصحة العراقية تصرف ما لا يقل عن 3 أو 4 أضعاف ما تصرف وزارة الصحة التركية، وممكن أن تنظر أنت إلى الخدمات نعم الصحية في تركيا. هذا ممكن يخلق لنا يعني صورة حقيقية عن ما يحدث في العراق أخي الكريم. من بغداد الطبيب والمحلل السياسي الدكتور أحمد محمد، شكرا جزيلا لكم.